احنا جابوا التاكسي خلينا نلحق. البوسطن البوسطن خالي البوسطن يلا بابا انت هذا مكانك الصحيح في يوم ديسمبر 31 2017، اخير يوم من 2017 وباكر 2018. بنتي لابسه شفوفي، فجيت للميسز على مود اشتري لي شفوف. اكل تايم. الساعة هسه بالخمسة ونص، بعد 6 ساعات ونص على بداية 2018 نهاية سنة 2017. هاي ضفادع المشهورة اللي بنص حديقة بوسطن. طبعا الحلو بحديقة بوسطن انه اكو بحيرة بالصيف، بحيرة عادية ما بيها اي شيء بس ماي، وحاليا مسوينها مكان للتزلج. Hey, are you okay? تتعلم. أجواء نهاية 2017 مو طبيعية حلوة، وحاليا احنا نص مدينة بوسطن، حديقة بوسطن. بالجراج مال مول وصاعدين للمول. اللقطة الحزينة مال اليوم، ابو الكوفي عزل استوى. بعد 10 دقائق وتخلص 2017. انتهت 2017 وبدت 2018، وهاي الاحتفاليات بالسنة الجديدة.